اسمع اسمع يا فياض اسمع اسمع يا فياض اسمع اسمع يا فياض اسمع اسمع انا مفصول ولازم ارجع انا مفصول ولازم ارجع انا مفصول ولازم ارجع احنا احنا الممنوعين احنا احنا الممنوعين احنا احنا الممنوعين احنا احنا الممنوعين حرمتونا لا ترضوا مين حرمتونا لا ترضوا مين حرمتونا لا ترضوا مين حرمتونا لا ترضوا مين ياللي بتسأل احنا مين ياللي بتسأل يعني لحد ما يتم تلبيه مطالبنا وما اتفقنا عليه وحتى يعني لو على الاقل يعطونا ضمانات انه كتاب موقع وكل واحد فينا يستلم كتاب توظيفه حتى لو لا يعني لبدايه السنه الجايه المهم انه يكون معنا كتاب ضمان انه في لنا وظيفه حتى يعني حتى الشباب ناويين ان شاء الله يعني ان شاء الله هو بيتم تلبيه مطالبنا اليوم ونخلص من هالشغله بس اذا ما يعني تم الرد علينا اليوم انتهينا فيبلشوا اضراب مفتوح عن الطعام يمكن غدا يعني ان شاء الله خير كان المفروض من الاسبوع الفائت انه يباشروا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه للاسف الشديد اعطيناهم 10 ايام المديريات وزاره التربيه والتعليم تقول بانه ليس هناك كتب رسميه وقرارات رسميه موقعه من رئيس الوزراء بهذا الخصوص الاربعاء الماضي جئنا كلجنه ممثلين عن المعلمين المفصولين او تجاوز عنهم الى رئاسه الوزراء فخرج مساعد مدير مكتب الدكتور سلام وأبلغنا أن هناك إجراءات تتخذ مع الجهات المعنية والجهات المختصة من مالية وغيرها حتى نحصل لكم على اعتمادات كان المفروض أنه الأحد أو الاثنين يكون الرد هاي نحن اليوم الاثنين أتينا لنأخذ الرد إما رسالتنا الواضحة لرئاسة الوزراء وللحكومة ولوزارة التربية والتعليم إما اليوم تخرج علينا يا محمد جراد أو يا دكتور سلام فياض وتعطيني ضمانات رسمية وتوثيق ما تم الاتفاق عليه أو نحن هنا في نهاية هذا اليوم سنعلن عن خطوات تصعيدية باستمرار اعتصامنا المفتوح ليل نهار وبدء بإضراب جماعي مفتوح عن الطعام حتى تحقيق المطلوب نحن اليوم بنعاود اعتصامنا للمرة الثانية على التوالي خلال شهر طبعا بدأنا الاعتصام في 4/12/2012 بناء على عدة طلبات أولها أنه يتم احتسابنا كمفصولين من وظائفنا الحكومية بسبب الانقسام السياسي وما ترتب عليه من أثار لما صدر قرار محكمة العدل العليا في 4/9/2012 اعتقدنا أن الحكومة ستحتسبنا من هذه الفئة وبالتالي يتم إعادتنا إلى وظائفنا واحتساب الأثر الرجعي للراتب الشهري تفاجأنا أن الحكومة جزأت قضية المفصولين سياسيا على قضيتين قضية للمفصولين الذين استلموا كتب تعيين وثم انفصلوا والقضية وهذه حلت مشكلتهم من قرار محكمة العدل العليا القضية الثانية هم المعلمين الذين تم التجاوز عن دورهم بسبب الانقسام أو بسبب المسح الأمني